مرحبا بكم على قناة ذوقة تونسية شاديا اليوم باش نبداو من هنا من الرمان بارك الله فيكم رجعتوا لي الكل الله يفرحكم الله يخليكم ونبداو بحلقتنا واليوم باش نبداو بحاجة تونسية خريفية بنينة 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 على الاخر قطعة فنية من الماكلة ومن المطبخ التونسي باش نعملو مسفوف بالرمان والعنب تنجمو تعوضو العنب بتمر اما انا جو خفاخ العنب خاطر وقته شنو نحتاجو عنا رمان كعبتين عندي صحفه كسكسي هذا صهيل الكسكسي نفوروه نوريكم كيفاش يتفور، وبعد قبل ما يطيب شويه آه معناها من مقفول تحطو شويه زبده، عندي صحفه عنب ولهنا عندي قطعه زبده زيت زيتونه وشويه ماء زهر، دونك أول حاجه إن آه يعني هي كوسكسينا كسكسينا قاعد يتفور هذا هو باش نعملو بيه يتفور أنا زوز تفويرات. وبعد نمشي نشوفوا مكونات المسفوف لبنين هذايا اللي نعملوا جل التويسة في فصل الخريف دونك توا الصحبه الكبيره اللي باش خلطت فيها كسكسي الرومان كيما نشوفوا اه ها الرومان نجمو تعملوا السكر هنا وشويه ماء الزهر اللي يحبوا ياكلوا حاجات مسكره انا جو بريفير نو دونك ناخذو الكسكسي دي وخدينا ال الكسكسي نتاعنا هذا حاطيني له نص مغرفه صغيره سكر باش نسمغوه توا بشويه الزبدة وزيت زيتونه والزهر ونبداو نعملو صحافي مزيانين نقدموه للعائله نتاعنا باش نبداو اول حاجه باش ناخذ الرومين ونعملو ملوطه القصصي نرجع عليه بالكدي 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 العنب ياخذ لكم شويه وقت برا ما حاجه جميلة. ندخلها كوسي توها الكيس متاعنا

وهذا هي الكيس الاولاني نتعديه ونعملو كيس واحد اخر هذه هي اذواق المصفوف التونسي اليوم هذا هي الكيس الثاني شوفو كيف جا قالت لي كان نوريكم كيفاش نقدموه وهذا هو الروتين المسائي لليوم حضرت فيه اول حاجه المسفوف في الفصل الخريف هكايا هي من العادات والتقاليد التونسية فماش عائلة تونسية ما تعملش مسفوف وكل الناس كيفاش فما برشا أنواع متاع المسفوف إن شاء الله كل مرة هكا نعمل تذكير بالمسفوف متاعنا ما فيها بس هكا كي شوية كسكسي تخليو شوية كسكسي أبيض وتعملوه مسفوف نذوقوا أولادنا هل العادة التونسية هذية إن شاء الله عجبتكم هذية هو مسفوفي لليوم عملته هكا طبقات طبقات عجبنينا هي هو المزيج نتاع المسفوف اليوم عملته بالرمان والعنب خاطر هما من الغلال في الفصل هذا ان شاء الله نهار اخر نعمل لكم مسفوف دقيق واش قالكم في قاعده تونسيه هكايا العشيه بالمسفوف هذايا حاجه روعه ونتذوقوا بيان سور نذوقكم معايا انا المسفوف اللي طيبته كي تهز هكا الكوسي يجيوك معناه الغله اللي عاملها الكلة مع معاهم هكايا تذوقها وتتبننها حاجه بنينه بنينه على الاخر هذا هو خاطر قاعده شاده التليفون وهز مغرفه هذه هذيك شطاح <applause> دونك ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تنير رضاكم ما تحطوا صحيفه واحده اخرى هكا معبية بالعنب كل مره هكا تزيد شويه للكيس نتاعك ولا للصحفه نتاعك حاجه بنينه بنينه برشا 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 توا باش نكمل الكيس المصفوف نتاعي هذايا اللي عملته للعائله الكله وبعد باش نمشي نكملوا الروتين المسائي متاعنا اليوم اللي هو روتين معناها فريمون حقيقي وروتين فيه برشا آه سورتو حاجات اللي باش تنفعكم مازلنا تو باش نمشيو ننظفوا شويه حاجه من الكوجينه متاعنا اللي هي برفه ما البال من ليها غسيله الماعون يلزمنا توا نمشي ونظفوها كل شهر هكا ننظفوها بخلطه آه تنجمو تستعملوها لاي اله اه, الكترونيه عندكم في الدار آه بيان اه, في الكوزينه وتوا حندور غسيله المعون الماعون وباش نحكي لكم على تجربتي معها هي كي نقول لكم احسن حاجه في الكوزينه نطلبوها في الزهيزه زي البناته حاجه راي تعاون وتساعدكم اللي ما ضد دل... اللي مرضوا اللي تعاون تعاون بصراحه دونك انا شوفوا ليه الاخر الحقيقه ما عطانيش بيه وحتى ال... معناها المعون ما نشلوش بالكدي اللي اللي ديما كل تراس ام لي ما ساهله في ست ترجع راي من هي نحيو الفلتر هذيك الكل هم ثلاثه هذوك ما يزمهم يتنحاو مش هو فوقاني كهاونو الفيل تلات ثلاثة هذو ما خاطر هو اللي ديم كل يوح الغديكة باش نحيوهم الكل وباش نوريكم الفوق في اللافابو شنو ولا الفوق حطيت مي سخون على الاخر خل وبيكربونات هذاك هو أه بشيطه صغيره تحكوها ولا حتى بغسيل المعون تطلع بعد ما غسلناهم قعدنا كنشلوهم شوفوا كيفاش ما فيهم حتى شويه يديم كلهم نظفوا دونك باش نعملوا لهم تشليله زيت بالماء سخون تنجمو تحطوا شويه خل باش منها يقعد الريحه منها يزيد يقعد يلمع نشلوهم نخليوهم يشيحوا ونهبطوا لوطه للماشينه الماشينه انا من الاول زدت حطيت عليها البيكربوناتو والخل بالكدب الكدب باش نحكها توا هكا هكا شي تتزند فريز هي الطريقة المعتمدة اللي ننظف بها غسيلة المعون كما تنجم تكون نفس الطريقة المعتمدة بين اختلاف المكان هو الغسالة الصاب. نرجعو لفلتر لبلاصتهم بعد ما غسلناهم بالبداية وسقطناهم وخلينا هذيك بعد ما غسلناهم عندكم توا طريقتين تنجمو ياما معناها بسبون ياما مبلولة تشيحوها وتنظفوها بالكدا انا ما دي بريفيرونس خليو الخل وهذيك الكل يتفاعل وعملولها لها غسله كيما باش تشوفوا توا باش نحطها وتغسل وحدها من غير لما على حتى شيء في ماء سخون على درجه بعد كي ننظفها من برا اما من برا خليونها ريحه ردو بالكم تنظفوا الكورون سورتو الجناب هذاك يضرب فيها الكورون وهي تخدم دونك نظفوها اليوم من داخل ان شاء الله نهار اخر نظف الكوجين الكل تعبينا مريضة روحت ما عندكش وقت البش طيب لا شيء هذا هو كونتكس عشان اليوم الامريكان هذا اللي تشريوه ما غير الكول هو خبز لي افكار من الساندويتش باش ناخذوه دهن البلاطو نتاعنا بالزبده خاطر مش برش مع الزبده ذايا الصلصه نتاع الطماطم ديما نقولها لكم كي تاخذوا الحكه الكبيره طيبوها فرد مره وقسموها على دو على سامحوني على مرتين في ساشي عملولها لها شويه ماء في الكسرونة وحلوها الطيب بالقدا نعاود نعملوها مره اخرى للبيتزا ولا للساندويتش هذوما باه فوحنا كليل بالزعتر وشويه فلفل اكحل بيان سور كاين عندكم أوريجانو شاي هتجيبني على الاخر باش ناخذ الخبز لي توست هذوما نتاعنا باش نحطوهم ونحط فوق منهم الزبده الطماطم ما عندكش طماطم شويه طن شويه زيتون شويه بصل شوي جريليهم تقريليهم قبل وتحط لهم شويه مايونيز دونك هذوما افكار راهم ساهلين وهذه معروفه برشا البيتزا هذه يسميوها البيتزا من غير عجينه تجي بنينه 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 تشرح تو نهار نعمل نعمل لكم بها ساندويتش ما غير فور ما غير حتى شيء دونك هذوما للظروف الطارئه سورتو النساء العاملات ولا النساء اللي ما عندهمش وقت ولا النساء اللي ولادهم يمرضوا ما يلقاوش وقت باش يطيبوا العشاء دونك هذي قعدت لي شويه من الكريم فريش الكريم فريش نعرفوا ما يا حبه ما اكثر من ثلاثة ايام طيب لكم المره في الفايته بها التورتة وتوا باش نكملها هوني خاطر الكريم فريش تتماشى برشا 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 مع الاجبان ومع السختو في لي ساندويتش تعطي الكروكان معناه الكروكون تولي هكا طعمة نتاعها زاده بنينه على الاخر عملنا موزاريلا عملنا لهنا زيتون آه عندكم السردينه هذيك السردينه علبه السردينه راهي تجي بنينه 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 على الاخر زاده في لي ساندويتش هذوما نجمو تعملوا اي حاجه هذوما هي فكره اليوم ما تكلفوش روحكم مش ديما لازم باش نركبوا الطنجره ونركبو المرميطه ون... نعملوا العشاء وكسكسي ومقرونه مرات يكفي انك كما انا عملت توا عملت مسفوف ومع هذوما واحد ياكل معناها المسفوف ديجا كلوها هكا العشاء يقضوا شويه برك جيعانين دي ساندويتش سو يكفيو سورتو توا في الشتاء هكا كان تقسمو حتى سورتو لصغاركم العشاء في صغاركم لازم قبل ما يرقدوا تعطيهم شويه حاجه خاطر الليل طويل نعرفو يلزمهم حاجه هكا باش ياكلوها دونك آه طيبوا حاجتين هكا حاجه للسهريه وحاجه آه تنجمو تنجموا ياكلوها هكا مع السبعة متاع العشيه بعد يعاودوا يجوعوا إيه هكا يزيدوا يعملوا آه كسكروت اخر هذا هو فكره اليوم ان شاء الله عجبتكم لي ساندويتش هذوما آه ان شاء الله الفكره عجبتكم على الاخر وجربوهم هذوما راهو ولو... الاوقات الازمه حاجه فريمون خياليه شريتهم في السبيزا المره اللي فاتت وهذاك علاش ديما نوريكم سبيزا باش نوريكم الحاجات اللي تشريوهم اللي بعداش تلقاوهم ويفديوكم برشا تعب وبيس قلنا احنا لازم باش نقسموا الوجبات باش نعمل لكم معاكم اليوم البوزة البوزة التونسية على طريقتين المرة هذه باش نقولها عندي لهنا البفري ولا عملتها معاكم المرة فاتت هيك هذيك قاعدة نص الحكة باش نكها بها وعنا لهنا السكر الأسمر اللي بالقرفة البيو آه عندي ثلاثة مغارف آه هذو ما عندي إنشاء زادة ثلاثة مغارف ونصيت حليب وعندي الزوزة نجمو لوز نجمو أي حاجة باش خلاط ونرحيهم الكل هذوك الكل هو شنية المنفعة من هذي شنو نحب نقول لكم اخت سالتني كيفاش نعلم ولا ندخلوا عادات جديده لاولادنا باركزومبل اللي صغارهم ياكلوش المكسرات الكل هذوما الحاجات هذوما هالعصايد هالبوزات هذوما هالميلونج هذايا ما, ما يخليش يفيق بالمكسرات بالكل اون تجيه بنينة على الاخر وخليكم في اخر الفيديو باش نعمل اضافة ما نضافتش بالكل من عندي انا هذية اللي هو ما يعتقدش جملة اللي هذيك هي معمولة باللوز ولا بالمكسرات اللي بارفوا صغار آه في عمر صغير ما يحبوهاش وما ياكلوهاش ويحبذو حاجة سخونة كيما من في ايام الشتاء بنينة اللي ما ولادهم يولو ما الحليب لحليب كيفينا ولدي الكبير ولا ما يكلش لحليب فجأة ما نعرفش علاش <applause> دونك نحاول باش نلوج حاجات ما تتراش الحاجه هذيك ونعطيهم سختو هما في مرحله النمو ونشوفوا بعد كيفاش جات هالبوزه نتاعنا ترحت لنا بالكدا 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 تو كان نحطوها في الكسرونه ونطيبوها على نار هادئه جدا نحطوها فوق النار ونخلطوها بالكدا بالكدا من نردو بالكم على تشد وهذه يا فال المو... يا سلام الريحه طلعت ما والله كنت وقعدنا كان نحطوها في كيسان ونقدموها لوليداتنا حاجه سخونه كيما هكايا هكا قبل ما يرقدوا بنص ساعه تعطيهم لينغجي تخليهم يسخنوا وتخليهم زادا ما يجوعوش سخطو للصغار اللي ما يكلوش برشا في الليل وهو زادا كما قلت لكم شويه هكا فكره كي يجي المولد مش لازم من على رواحنا بمية غرام تنجم تعمل اي حاجه انت شهيتها ولادك نتعداو كما قلت لكم وعدكم باش نعملوا اضافه للي الصغار نحبذوهم في الحاجه ونخليو الحاجه يشتيوها الكندر هذيا من المعشوقه نتاع الصغار نجمو في بلاصه باش نع... نزينو احنا ل... باركزومبل نعرفش العصيده ل... هالبوزيت هذوما كل لازم نزينوهم بالمكسرات نغيرو ونزينوهم بالشوكولا اللي يحبوهم هما ان شاء الله الافكار هذه تكون طبقوها وتقولولي وهذا هو الروتين المسائي ختمناه بالشوكولاته هذيا الذايبه اه طيبت برشا افكار لكم ان شاء الله تكون كعشاء وكوجبه اه معناها غوتي اه عديتوا معايا العشويه هذيا قضينا فيه نظمنا فيه اما مازال مازال الفيديو ما يوفيش لهنا خاطرنا اللي تو شتا يلزمنا نعملو ونعطرو نتاعنا قبل ما نمشي نرقدو هيا نمشي للاستيس اللي بعدها ما يلزمش واحد يمشي يرقد قبل ما يعطر ولا يبخر داره ولا يكمل هالرسالة هالبداية هدايا ويخلي الحاجة مزيانة على الاخر اليوم انا باش نفوحو الكوجينة نتاعنا بحاجة ابن يمكن من القوارس اللي تعطي الريحة هي الليم دونك مش القارس هذية الليم اللي كعبة الليم باش نقصها وباش نحطها وباش نحط مع معها بيان سور المحبوبة ولا المعشوقة إلا اللافاندا الخزامة اللي هي تخليكم راه والله تنقص من داع على الأخر وعندها ريحتها ما شاء الله دونك نخليو هذايا يتبخر على الاقل نصيف ساعه في الكوجينه نتاعنا وهكايا كنت كملت يا سلام نختموها بالريحه الطيبه كيما ريحتكم نتوما ان شاء الله ريحتكم كيما ريحه الجنه يا رب وهكايا كملت الكوجينه نتاعي آه نظيفه الريحه نتاعها عطره تحريش تاخر لي نتاع ولادي حاضره ان شاء الله عجبكم الروتين ان شاء الله حفزكم ان شاء الله لقيتوا فيه افكار تجاعاتكم و التعريف بالقناه نتاعي كاين تراوها تستحق